من السماء. والله أكثر من السماء كل الناس. أحبتها حبا جما، قولا وفعلا. هذه هي قمر التي أسرت القلوب وكبلت مشاعر الملايين حول العالم. لم تهن عليها أختها المصابة، وكأنها تحمل قلب أم في داخلها. رجلها بقت مكسورة، اندعست بنت. طيب وين كنت مخداها؟ ليش كنت شايلاها؟ مش قادرة تمشي على الحجار، بس علمها تمشي. وكيف؟ بنت اللي هي قمر اللي حملت أختها ونصدتها من بين الرجلين وبين السيارات. إلى هنا وصلت بها حيث مخيم البريج. كيف كانت تطأ بأقدامها ما ليست تطيق حرارة وألما؟ عبرت طريق الجحيم بأقدام متثاقلة، غضة حافية، آثرت طفولتها على أن تحمل من لن تعوضها الحياة. نسلت أختها من الموت، قمتها من تحت رجلين العالم، من تحت السيارة اللي دعستها وسبتها السيارة، ما حملتش البنت يعني توديها على الأقصى تعالج رجلها، خلتها مشات وسبتها. اللي هي قمر حملت أختها وودتها على الأقصى، عالجتها وعملت لها اللازم وحملتها على كتفها وجبتها وظلت ماشي فيها لخط صلاح الدين. ها هي قمر وسمية التي تصغرها بأعوام، تحملها أمام الملأ مجددا لتؤكد أن فؤادها معقود بقلب أختها. أما هذه فأيضا إحدى شقيقاتها تكمل مهام جارة الحرب على يدها، وتلك أمهم حنان صبح تكابد ويلات النزوح مع أفواج التهجير من بيت لاهيا، وخلفها ثمانية أطفال جميعهم يقطنون في هذه الخيمة. بقي الأب ما زال مفقودا في الشمال. أبوه المفقود بعرفش عنه اسم. ولكن قمر الجميلة المنهكة بهموم تكبرها تحتفظ ببراءتها وتسطر قصة طفلة تشكل مع أخواتها سمية وسها وأسماء عقد حب لا ينفرط. إسراء الصغير العربية.